كنت اخلص امتحانات بقى علشان اشتغل واحقق احلامي. شغل ايه وكلام فاضي ايه؟ انت فاكره نفسك هتبقي وزيره؟ اهو ده اللي ناقص، الستة بتشتغل واحنا في البيت. مفيش حاجة اسمها شغل، انا ما عنديش اخوات تشتغل. يا اختي وعنا ايه بالشغل؟ الست ملهاش غير بيتها وجوزها. ما لما الرجالة تلاقي شغل بالاول بعدها الستة تشتغل. لا انت كفاية عليكي قوي كده، انت تتجوزي قبل ما القطر يفوتي. لو كل واحدة سمعت الكلام ده واستسلمت ما كناش عمرنا شفنا ست بقت رئيس الدولة، ولا ست طلعت الفضاء، ولا ست أخدت جائزة نوبل، ولا ست عربية بقت رئيسة برلمان، ولا ست عربية بقت أسطورة المعمار في العالم، وغيرهم كتير. انت كمان ممكن في يوم تكوني واحدة منهم، لأنك أقوى. ما تستسلميش، اكسري كل القيود وهتقدري، لأنك أقوى.